ايه يا عم الزلط اللي انت جايبه ده؟ انا مش قايل لك هات سن سته بالبودره. السلام عليكم. ماشي يا عم. جراره 52 متر. ماشي يا ريس. سلام. امال ايه يا رجاله؟ اه يا باشمهندس. اه دي اللي مش كلته وشربته شايكو؟ اه والله اكلنا وشربنا شاينا والحمد لله، وبس احنا مش هنكمل شغل. ازاي مش هنكمل شغل؟ ايوه يا عم انا زي ما بقول لك كده. هو انت يعني جاي هنا تقول لي مش هنكمل شغل؟ ايوه يا عم المقاول اللي انا جايبني ده هنا حرامي. حرام ازاي؟ ما حد يقول لك ده عندي. اقول لك انا ازاي؟ قول. بيسرق في السن وبيسرق في الرمله وبيسرق في الاسمنت وبيسرق في الحديد. بعد اذنك يا ريس احنا عايزين فلوس عشان جرار السن جاي في الطريق وهنعوز رمله. عايز قد ايه؟ اللي تجيبه. ايوه حلوين دول. 3000. حلوين عشان لسه السواق هيتحاسب والتباع والحجر والمحجر. مشكلتك انت دي حاسب انت، انا ما بتفهمش بقى الكلام ده. والمحجر واللودر والبنات وكارتات. اهم حاجه انت بتأيد اللي بيوصل لك. كل حاجه بأيدها هنا على التليفون. كل جنيه بيجي كل جنيه عشان هنقعد نتحاسب ان شاء الله. ماشي. ان شاء الله هندسه. هبص بس على الموقع. خلاص يا ريس. ماشي ماشي. عايزين فلوس الرمله. ها ما تنساش يا باشا. اه ما تنساش يا باشمهندس. طيب عايز حاجه تاني؟ اه عايز سلامتك. تقدر تقول الكلام ده؟ اقول قدام التخين. خلاص ماشي. استنى بقى، احنا جايين هنا عشان ناكلها بالحلال. يا عم ماشي، كلنا بناكلها بالحلال، مفيش حد بيجي فينا بيسرى يعني. ترن على المهندس، ترن على المدير، احنا هنمشي يعني هنمشي. اصبر بس تاني. اصبر. اه هندسه انت فين؟ طب انا جاي. سلام. طب انت وصلت بالسلامه؟ طب خلاص هبعت لك واحد. سلام. اسمع سيف، قول يا راجل اللي انا هقوله لك ده محدش يعرف فيه. تمام. صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. ايه يا محمد فيه دلوقتي؟ هندسه الناس عاملين اضراب ومش عايزين يشتغلوا، بيقولوا المول بتاعهم بيسرق في الحديد. بيعمل ايه؟ بيسرق في الحديد وفي السن وفي الرمله. اه انا شاكك في محمود اصلا من الاول، شاكك فيه، ومش حدش فيهم عايز يشتغل. هم يعني اختلفوا مع بعض يعني على السرقه ولا ما مش عايزين يشتغلوا ليه؟ مش عايزين يشتغلوا. بيقول لك احنا مش هندخل على عيالنا جناح راه. اه هم اكتشفوا السرقه. اه سيب لي انا بقى الطلعه دي. تمام. روح انت شوف وراك ايه وسيب لنا القصه دي بتاعت محمود. عربيه السن جايه على الطريق. تمام. هتفضل مقطوره في الشونه بتاعتي. تمام. وهتجيب الوش فين؟ هنا. هتجيب الوش على هنا. تمام. وعربيه الاسمنت جايبه 2 طن ونص اسمنت، هتنزل نص طن في الشونه وهتجيب ال 2 طن هنا. تمام. وعربيه الحديد جايبه 8 طن ونص. تمام. هتنزل طن ونص في الشونه وهتجيب ال 7 طن هنا. تمام. خلاص يلا روح يا سيف. خلاص يا ريس. بس عايز اسالك سؤال يا ريس. اسال يا سيف. هو دي اسمها سرقه يا ريس؟ سرقه ايه يعني يا سيف؟ يعني انت بتنزل بره شغل وتجيب بقى على الشغل هنا عشان تبيع من بره بره وترزق انت؟ اه يا سيف ده تعلم من الحلال من الحرام. اسمع يا سيف، هو انت لو معاك طبق كشري وخدت منه معلقه حد هيحس بحاجه؟ اه طبعا يا ريس. امال ايه؟ هي العماير دي كلها ما هي ماشيه بالحب. هو انا اول ولا اخر واحد اسرق في الحديد؟ اي نعم. سنه ولا اتنين ولا تلاته؟ يعني انت قصدك يا سيف سنه ولا اتنين وتلاته وان العماير دي ممكن تقع؟ ده اكيد يا ريس، اسمها سرقه دي يا ريس. انت عايز نعمل ايه يا سيف؟ اعمل الصح يا ريس. اعمل الصح؟ يبقى اراضيك يا ريس. اكيد اراضيك. تجيب لي اللي انا نفسي فيه؟ هجيب لك العربيه اللي انت بتحلم بيها. اكيد يا ريس. بس ايه؟ هتشد بلاستر. ما سمعتش ولا شفت يا ريس. اكيد. خلاص. اكيد يا ريس. يلا سيف روح. ماشي يا ريس. سلام عليكم. بتعمل ايه؟ سلام عليكم. تمام يا ريس. ده هندسه حبيبي الله يصلح حالك. اسمك ايه؟ ناصر يا باشا. حبيبي يا ناصر. الله يخليك. هو حقيقي بقى اللي محمد جاي قاله لي ده؟ والله يا فندم لو مش مصدقني. اه. هما بيقعدوا كل يوم ورا العماره اللي هناك على السن. اه وبيتفق على كل حاجه هو والراجل اللي معاه ده. يعني انتوا شفتوه قبل كده؟ ايوه انا رفضت ان انا اشتغل وقلت اكلك، رفضت ان انا اكمل الشغل وقلت اخد حسابي واتوكل على الله. طيب انت تدي رقم تليفونك انت واللي معاك لمحمد. ماشي؟ محمد اللي شغال معايا. عشان هحتاجك الفتره الجايه دي. وانا تحت امرك يا باشا. ماشي؟ حبيبي. حبيبي يا ناصر. الله يصلح حالك. تسلم. السلام عليكم. ايوه ايوه اتفق يا باشا. انا عايزك تبقى مظبوط واخد وضعك. تسلم كده يا باشا. 100 فل و14 تبقى اتفق براحتك بقى عم محمود. خير يا ريس بعتلي ليه؟ اهلا بنجم الجيل وحرام الموسم منور الدنيا. نجم الجيل
وحرام الموسم. اه يا باشا. لا تعالى ما انت، ما انت بطل معاه، انت ما شفتش. تعال هوريك، تعال استنى، تعالى بس اتفرج كده. عارف انا جايبك هنا ليه؟ ليه يا ريس؟ عشان اقول لك ان السن والاسمنت اللي انت وديته الشونه هتزود عليه سن وسن واسمنت وحديد وزلط، هيتاخدوا من هنا بالليل. تمام. انا اتفقت مع سوار لودر هيحمل بالليل، واتفقت مع الواد اللي قاعد على البوابه. تمام يا ريس. خلاص خلصونا يا ريس. الكلام ده ما تعرفوش بحد. لا تمام. اوعى. قلت لك هجيب لك ايه اللي انا نفسي فيه؟ اللي هي ايه؟ العربيه. الايه؟ مرسيدس. شوف بقى، تخيل بقى انت لما تكون لابس البدله ونازل من مرسيدس بدل ما كنت سواق، هتبقى صاحب مال. تسلم يا ريس. اللي انت نفسك فيه هعمله لك. تسلم. اوعى يا سيف، حسك عينك. لا تعض الايد اللي اتمدت لك. عمري ما عد اعض الايد اللي اتمدت لي نهائي. ماشي يا سيف، يلا بينا. يلا يا ريس. ايه ده يا حاج محمود؟ انت ما انت شايف ايه بقى؟ صورتنا يا ريس؟ والله جاتني عند الله. انا لا صورت ولا جيت جنبك. اوعى تقول لحد حاجه يا ريس. لا لا ازاي، ده هفضحك برضو. مش هعمل حاجه غير ان انا افضحك. انت مقاول يا عم. انت يا عم بتبني بيوت ناس وناس بتقعد فيها. سمعتي في السوق يا ريس. سمعتك في السوق، انت اللي ضرتها. انت اللي ضرتها. طلعنا من المصيبه ده مش معاك فيها. تعال بس هنا، تعال هنا كده، اقف هنا. الفيديو ده انا هوديك في حته ثانيه. خايف على نفسك؟ ما انت معايا فيها. ماشي يا، انا راجل سواق. اقف بس كده بعد اذنك. ايه انت بقى خدت 100 200 مليون، هينفعوك بايه؟ هينفعوك بايه لما بيت يقع على ناس مالهاش ذنب في اي حاجه؟ هرجع لك كل ذنبها. ها كل ذنبها ناس بيتك انت وامنتك انت، ان انت تبني لهم بيتهم. يا عم هجيب لكم الحديد والاسمنت بتاعكم يا عم. هو خلاص اللي اتبنى اتبنى بقى. اتبنى اتبنى؟ اه. لا اللي اتبنى ده احنا هنعيده تاني من الاول وجديد، وهنغرم تاني من الاول وجديد. وغلطتي. مين اللي هيحاسب على المشاريب بقى؟ انت مش ليك بقى حساب معانا؟ اه ليه بقى حساب. هتشيل واحنا هنشيل، عشان احنا غلطنا زي ما انت غلطت. انا موافق ان انا اشيل، بس محدش يهز اسمي في السوق. يا باشا اسمك لازم يتهز، عشان اللي يعمل زيك في السوق هيعرف ان هو يحصله زي مين. زي اللي حصل لمرزوق. زي اللي حصل لمرزوق. لم الموضوع يا باشمهندس. رد نصبايه جديد. الو بتعيطي ليه يا بنتي؟ ايه؟ خير؟ في ايه؟ خير يا ريس. البيت بتاع ابن عمي ماله؟ احنا لسه بنينه من اسبوع. ماله؟ بيت اربع ادوار وقع. لا حول ولا قوة الا بالله. شفت؟ كما تدين تدان. كما تدين تدان. اهي جت فيك انت، جت في اقرب حد ليك. اللهم لا شماتة. روح الله يسهل عليك. بينا سيف. بينا يا ريس.